قبل كذا خلينا نشوف الأهلي اليوم. طبعا الأمير خالد بن عبد الله اجتمع بلاعبي الأهلي عقب المران الرئيسي بحضور طبعا رئيس النادي وأعضاء بعض أعضاء الشرف. طبعا اليوم كان في تدريب في حماس وروح عالية جدا في التدريب ومعنوية عالية، والأمير طبعا طالب اللاعبين أن يستمروا على هذه الصورة بالجد والجاهزية الفنية والمعنوية، متمنيا لهم التوفيق في المباريات المقبلة بدعم جماهيرهم الوفية والواعية. مدرب الأهلي عقد اليوم مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن المباراة، وقال أن ديربي جدة من وجهة نظره هو الأمتع على الإطلاق. نتابع حديث كارولين في مؤتمره الصحفي. عقد مدرب الفريق الكروي الاهلاوي جارولين وحارس المرمى ياسر مسيلم مؤتمرا صحفيا القيام من خلاله الضوء على استعدادات الفريق للقاء الاتحاد مساء بعد غد الخميس ضمن الجوله 24 من دوري المحترفين. واستهل المدرب التشيكي جارولين المؤتمر الصحفي بالاشاره الى ان لقاء الاهلي بالاتحاد يعتبر من امتع لقاءات الديربي التي خاضها طوال مسيرته، وأكد أن فارق الترتيب بين الفريقين لم يكن له أي تأثير في مثل هذه اللقاءات، مشيرا إلى معرفته التامة بنقاط القوة والضعف في الفريق المقابل من خلال متابعته للقاءات الاتحاد الأخيرة. فيما أكد جارولين إلى أنه عمل خلال مباريات الفريق الأخيرة إلى إيجاد الحلول للمشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق. إن شاء الله نقدم فيها المستوى الطيب إن شاء الله، ولكن الأهم فيها في المباريات هذه أن الواحد يكون مركز فيها وعدم الأخطاء، يعني وخاصة أن مباريات زي هذه ما تحتمل أي أخطاء، تعتبر أنها مباراة نهائية تعتبر لنا. من ناحيته شدد ياسر مسيلم على أهمية لقاء الفريق المقبل أمام الاتحاد، مشيرا إلى أن كافة لقاءات الفريق المتبقية في الدوري لا تحتمل أي خسارة للنقاط، وأكد عزمه وكافة زملائه على تقديم المستوى المميز والمقرون بتحقيق النتيجة الإيجابية التي تكفل للفريق مواصلة المشوار في المنافسة على لقب دوري المحترفين. طبعا هذا طموح نحن كلاعبين، كان يعني يمكن 29 سنة الأهلي ما حقق هذا الدوري، فاحنا نتمنى ان الله يوفقنا ونفرح جمهورنا ان شاء الله. احنا الموسم هذا قدمنا مستوى ووصلنا للمشوار هذا، فما نبغى نفرط فيه، فان الله ان شاء الله الله يوفقنا فيه ان شاء الله. محمد، بالتأكيد أنه الأهلي أمام يعني مهمة صعبة على اعتبار أنه يلعب ديربي. طبعا الديربي حتى لو ما كان في أي منافسة للفريقين تظل مباراة مهمة، ثم هو أيضا ينافس على الدوري، وأي خسارة ستخرجه من المنافسة. تعتقد بأن موقف الأهلي صعب؟ طبعا الموقف الأهلي صعب جدا، لأنه أولا الفريق تحت ضغط، هناك فارق نقطة فقط بينه وبين الشباب لمصلحة الشباب، فلديه علم يقين أن أي تفريط بأي نقطة ربما يضعه خارج الحسابات. الأهلي أيضا لعب خلال تقريبا أقل من أسبوعين 4 مباريات قوية، 3 مباريات على مستوى الدوري المحلي، وعنده مباراة في دوري أبطال آسيا، ثم تأتي مباراة قمة مع الاتحاد. لا ننسى أن الأهلي حقق فوز بالذهاب 3-1 على الاتحاد، وهو شيء لم يتحقق من 5 مواسم، وهذا يعني أن الأهلي يريد التأكيد من جديد أنه بدأ يسحب البساط نحوه في مواجهات ديربي الغربية. طيب، كل هذه الضغوط أيضا ستؤثر بشكل كبير على الأهلي في اعتقادي. عموما بكرة احنا عندنا تغطية إن شاء الله موسعة للمباراة.